في مقابلة خاصة مع الحدث قال جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، قال إن حزب الله أسقط عن لبنان حجة الدفاع عن النفس بإسناد غزة، مضيفا أن حزبه اختلف مع حزب الله على موضوع إسناد غزة، وأضاف أن الحزب أضعف نفسه وتسبب بخسارة لبنان لقوته. وفي تصريحات لافتة للحدث حمل جبران باسيل حزب الله ما وصفه بالخطأ الاستراتيجي بسياسة وحدة الساحات، واعتبر أن هذه السياسة تصب في صالح دول أخرى وليست لصالح لبنان، وقال إن على إيران أن تحارب إسرائيل مباشرة وليس عبر طرف آخر. وأشار باسيل إلى أن الحرب القائمة بدأت بهجوم حزب الله على إسرائيل. وكشف باسيل أن التيار الحر ليس في وضع تحالف مع حزب الله، كما حذر من أن لبنان أمام خطر حقيقي لفتنة داخلية وخطر وجودي. وفيما يتعلق بأزمة انتخاب رئيس للبلاد قال باسيل إنه طرح على رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح عدة أسماء وليس مرشح واحد. ورأى باسيل أن قائد الجيش جوزيف عون لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين. قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصرين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال عملياته في جنوب لبنان، إضافة لتحديد وتدمير منشأة لتخزين الأسلحة للحزب، وأعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في غارة منفصلة في جنوب لبنان. انت بره اللي هنيش انت بقى الصيف اللي حصل.